بدأ المزارعون في عموم مناطق الإدارة الذاتية بشمال شرق سوريا بموسم حصاد المحاصيل الزراعية منذ أواخر شهر أيار الفائت وبداية حزيران الحالي. ولمعرفة سير عمليات الحصاد وآليته، رصدت مراسلة صدى واقع السوري فدنج عن قرب عمليات الحصاد من خلال حوار مع بعض المزارعين والقائمين على ذلك في التقرير التالي. كونوا معنا بقرية رميلان الشيخ. بري حمش اللي نسترجع فيها تنسترسرا هاتن وقو بينن اذ تقريبا 11 درجة ما من جنوبي رد هاتنا تقريبا حدود عراقي هناك عرضي ما بون زارعتي بو هناك جي ادوسنا هفالنا ما بون يعني ما تشو او خلاص كرن ومفقرانا في ديسا قط عرض مزارعتي ما هناك جي اي هفالي ما بشركاتي مفرة دركتنا بيجنا وما لا جندي جملا شيخ وك انتاج يعني نوكا قو ما تصوران ما تشاك دقوت وانتاجينا ويا الدواء جيكي هكر تعدل ما هناك يوري شالي أسعارها بيت عدل مي أسعاري قطعة أسعاري مغزوط تي نبها قجا أم نما مسمر مصفاير برتصيح حجر حقن وش غيرها بلو جيكي يعني انتاج نها قلق تعدل متي بار وكا بار محاسبتكن هكا جانب صادو بينجي دو صادو رقيبو يصال بشار صاديا محاسبتكن قول دولار بار سو شار سنتاب يصال في دولار ايرو كيمي نديزي قاد ها دولار ايه ده سنتاج دولار يعني هر خسارة ام شبن خسارة ام نسبي زي داجي كنت عدل شركي ماتي وام مولي جيب خسر خسارة لي واجبك انساني بكاتني ويصال الحمد لله اني نسبة اقر كيما نسبة خطورتي كيما ومجبور نجبر خلاص من هيك بكم طن قايد يجي أمبوا ظهر راسي جي هر صار وكيف وقت ندرك من شولي حيوان موسمة دراسة ما يبي دركتنا أم دور بعض عم على مري سيش فري دراسينا شاش خياطن تويش فري تركتور يدوك ما وانا كدك شينن طباخ مري أم هر صار في كاريتكن يصار جنب يجي صار لك خوش بإن شاء الله درباس بيه أجري جو كبارنين شغل جباشو بس بتشكي وضع خربط يبي أسعاره هناك وفا أسعاره جران نحن بيشكي عزبينا بير والله أجي وقت مزارعي في عرضي أبعرض مزارعتي ما قرتيا يعني أبعرض حمو خسار جغيرة في عرضي جي ما قرتيا حمو خسار بخسارة دسبي كده درماني شوفاني معاني درماني عرضة معاني حمو جي فاسد بو جغيرة فاسد بونا درمين كور ما قرتي ده يعني أم بيجنا طوفين ها أبيدنا أفنا بصدو بيستو بينشوال حتى صدو سو بينشوالايا تقريبا شش شوالي كور مالي ده أبيك جي يا دوي طونا سمادي ب 400 دولاري يعني 400 دولاري يعني 400 دولار يعني بكره خسارة بخسارة غير إيجار تركتورة فلاحة وانا شاندنيا وانا يعني يصال أم بيجن مزارع توب ليدا خسارة بخسارة يعني كل واحد أم بيجن يروص 650 ورقة 650 ورقة شنو الجور دولار ما مشي دي بيجن يعني أم نما كارم بيشين أم نما كارم دخل بيشين أم نما كارم مزارع تيجي بكره جيرو بيدا ما عاد خير نبور أم نكارم بسته اف جنوكا ده و دراسه ما هاتنا رميلا شيخ اف دروش سيروجا من الكسبرات شغلن ما كمون جي خلاص كيري الجند ام مسمي ايصال ام قالك بينكو فلاح و قالك بخسره دولار روج بروج بهاد بي تنكا زيتي وا تشوا بلكي غاي بينجي هزاري كيسه شكر غاي 6 هفته هزاري اف سعرك وش قال نمره دهنين سعر جبنينا مناسبة إيرو سفرك جن مير ميلي تشو ميراي ميراي هفالة طبعا يا تلعلو أف جنم درجات شهري هات قافا درجات شهريتي أز باورم كوي بند صد ونوت ورقيرة وري قافا بند صد ونوت ورقيرتي معناه تكي صد دولار طونا جنم تكي صد دولار
ام جبني بفي سعر هنا رازينا فلا هر 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 خسرانا وسوق حموجي تعبانه.